السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم كيفية استخدام منصة سكولوجي التعليمية، فمن خلال هذه المنصة يستطيع الطالب التواصل مع المدرسة وحضور الحصص الافتراضية وأيضا إرسال الواجبات وحل الامتحانات إلى آخره. ما هي الخطوات التي يجب علينا اتباعها للوصول إلى المنصة؟ أولاً، سوف نستخدم جوجل كروم للوصول إلى هذه المنصة بإدخال العنوان الإلكتروني التالي. هذا هو العنوان. الخطوة التالية النقر هنا للانتقال إلى الصفحة، صفحة المنصة التعليمية سكولوجي. بعد ذلك نقوم بإدخال البيانات المرسلة من قبل إدارة المدرسة. نتكلم هنا عن اسم المستخدم username وأيضا الرقم السري password، وأخيرا اسم المنشأة التعليمية. أنقر هنا الآن للدخول إلى المنصة، أو دعوني أقول إلى صفحة الطالب. عند الدخول إلى هذه المنصة سوف ترى واجهة الطالب. أتحدث هنا عن كل شيء يخص الطالب. سوف يظهر لك اسم الطالب هنا، المواد التعليمية، الواجبات المتأخرة التي يجب على الطالب إنجازها، أيضا الواجبات المخطط لها، الامتحانات، التقويم، الرسائل المرسلة من قبل المعلم، وأيضا التنبيهات. دعوني أتكلم عن هذا الجزء من الصفحة. هنا يستطيع الطالب أن يرى الواجبات المتأخرة، وهنا الواجبات المخطط لها من قبل المعلم. يستطيع الطالب أيضا استخدام التقويم، فننقر هنا للوصول إلى التقويم، وهو أداة مفيدة جدا. يستطيع الطالب رؤية التخطيط الكامل للمواد شهريا أو أسبوعيا، وهنا أتكلم عن الواجبات والامتحانات إلى آخره. إذا نقرنا هنا نستطيع الوصول إلى المسجات أو الرسائل المرسلة من قبل المعلم، الرسائل الخاصة المرسلة من قبل المعلم إلى الطالب. أوكي، ويستطيع الطالب فتح الرسائل وأيضا إرسال رسالة للمعلم، ويستطيع أيضا تسجيل صوت أو فيديو. والآن سوف أنتقل للتحدث عن جرس التنبيهات، وهو هنا، وعادة ما يستخدمه المدرس كي يخبر الطلاب بمواعيد الامتحانات أو أي شيء يريد المعلم أن ينشره ويخبر الطلاب به. الآن سوف ننتقل إلى التكلم عن كيفية الوصول إلى المواد التعليمية. نفعل ذلك بالنقر هنا على courses، ثم الانتقال إلى جميع المواد التعليمية. أنا اليوم سوف أختار مادة اللغة الإنجليزية. now سوف أنتقل إلى هذه الصفحة، صفحة مادة اللغة الإنجليزية. كما ترون فهذه الصفحة مقسمة إلى ثلاث أجزاء، وهنا دعوني أتكلم عن الجزء الأول من الصفحة، المواد التعليمية، ويشار إليها بكلمة materials، العلامات، ويشار إليها بكلمة grades، الحضور، ويشار إليه بكلمة attendance، الهيئة التدريسية، ويشار إليها بكلمة members،
من خلال الضغط هنا يستطيع الطالب التواصل مع الهيئة التدريسية أو أي معلم موجود في المدرسة. وأخيراً conference، ومن خلاله يستطيع الطالب الوصول إلى الحصص الافتراضية. دعونا نضغط هنا على سبيل المثال لنرى العلامات. سوف تكون موجودة هنا، ثم ننتقل إلى conference للانتقال أو الذهاب إلى الحصص الافتراضية. بعد الوصول هنا يستطيع الطالب الالتحاق بالحصص الافتراضية، وإذا ضغطنا هنا نستطيع أن نشاهد جميع الحصص المسجلة من قبل المعلم. في الجزء الأوسط من هذه الصفحة يستطيع الطالب الوصول إلى المادة التعليمية، وأيضا كل ما يخص المادة، دعني أقول، والواجبات وإلى ما آخره. فدعونا نضغط هنا. كما ترون سوف تظهر لنا المادة التعليمية، نستطيع أن نحمل هذه المادة ونحفظها في جهازنا الإلكتروني بالضغط هنا. في الجزء الأخير من الصفحة تستطيع الوصول إلى الواجبات، حلها ثم إرسالها. الآن سوف نتحدث عن كيفية إرسال الواجبات. هنا مادة اللغة العربية، ماذا أفعل؟ سوف أقرأ التعليمات المرسلة من قبل المعلم. الرجاء تحميل الملف وحل الواجب وإرساله في المكان المخصص. في هذه الحالة سوف أضغط هنا وأحمل الواجب، وبعد ذلك سوف أقوم بفتح الصفحة هنا على جهازي، حل الواجب، وأحفظه من هنا. بعد حفظ الواجب سوف أقوم بالنقر هنا ثم إرسال الواجب. يستطيع الطالب أن يرى ثلاثة اختيارات: upload رفع، create إنشاء، و resources مصادر. سوف يقوم الطالب بالنقر هنا لتحميل الملف أو رفع الملف، وأيضا يستطيع الطالب تسجيل صوت أو فيديو أو كتابة تعليق وإرساله للمعلم. دعونا نحمل الملف أو الواجب من هنا. هذا هو الواجب. يستطيع الطالب أيضا كما قلت لكم كتابة تعليق هنا ثم إرساله إلى المدرس بالنقر هنا. وأخيرا أتمنى لطلابنا الأعزاء دوام التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.